القنوات التعليمية زي ما سمعتوا كده هيبقى مشروع ضخم جدا، لان احنا بنحاول نبني مناهج من رابعة ابتدائي كأن في مدرسة on television، يعني في مدرسة على التلفزيون بنفس مواعيد المدرسة على الأرض من رابعة ابتدائي لتالتة ثانوي. فعندنا مناهج هنا رهيبة وجداول زمنية معقدة جدا، وهنحتاج محطات كتيرة جدا.